بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة أم دودي. لكنت أول مرة تشوفوا القناة، اشتركوا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مع لايك إن أمكن، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة أم دودي 2. وصفتنا لنهار اليوم هي بديل جبنة الماسكربون. حبيباتي، بما أني استعمل وراح نستعمل جبنة الماسكربون في وصفات عديدة، وكنت قلتوا لي باللي كاينين اللي ما عندهمش في البلاد وما يقدروش يشريوها غالية، قلت لكم وصفة هي بديل على جبنة الماسكربون اللي راح تسقم لكم رخيصة لو تشريوا الماسكربون. المقادير حبيباتي هي عندنا اكيد عندكم جبنة في فيلادلفيا ولا الجبن المسوس، ماشي لافاشكيري، لافاشكيري اي ملحة، فيلادلفيا ولا الجبن اللي يكون مسوس بيكونش مالح. راح ناخدو 225 غرام من فيلادلفيا ولا من الجبن المسوس. عندنا زوج ملاعق كبار زبدة، زبدة ماشي مارغرين. عندنا ملعقة كبيرة عصير حامض ولا القارص ولا ليمون، وعندنا خمس ملاعق كبار قشدة طرية أونتيير. هذه اللي كاين اللي هنا فرنسا، هذه مليحة تاع ليدان. حبيباتي الأخوات اللي يحبوا يديروا الماسكربون اللي يجيهم ثقيل يقدروا يستعملوا الجبن قليل الدسم، كما يقدروا يستعملوا قشدة طرية 0% ولا اللي ناقص فيها الدسم. المهم الآن راح نبدأ على بركة الله لتحضير الماسكربون تاعنا. نبداو نوزنو اولا، هذه فيها 300 غرام، 300 غرام، انا راح نحط 225 غرام. ملاحظه مهمه، المواد هذه كامل تخرجوها ساعه من قبل من الثلاجه، لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. نجيب الحامض تاعي ولا القارص تاعي ولا الليمون، ونحط قيس ملعقة أكل. إن شاء الله لما ندير الوصفات بالمسكربون، نتمنى حبيباتي تعملوا الوصفة هذه لأن الذوق تاعها مطابق تمام لذوق الماسكربون اللي نشتريوه في المحلات. راح نحطو، واش راح نحطو نريمان؟ قشدة سائلة. على بالكم حبيباتي القشدة السائلة في الفغي ماسكربون الوصفة الحقيقية لازمكم إطرة كاملة تاع القشدة الطرية السائلة، وليترة تاع القشدة الطرية السائلة النوع هذا تمن تاعها 2.99 €، يعني غالية بزاف. شوفوا الوصفة هذه اللي نعطيها لكم كيف اقتصادية بالنسبة للكريم انتيير. هزينا غير 4 إلى 5 ملاعق أكل قشدة. وبالطبع الماسكربون يستعملوا فيه غير الكريم فريش. لازمنا مكونات هذه جانس تبقالنا، يعني وصفة سهلة. الزبدة تكون تاني دايبة شوية، لازم الزبدة تدخل تماما.
الطريقه هذه والمرحله هذه تقدري تستعمليها في الكيكات ولا تشيز كيك تاعك. ولكن حبيتي تديريها دي موس ولا تدخليها في الكيك او الكيكات الراقيه يعني اللي لازمها الموس تاع الماسكاربون وكيتا لازم نضربوها ونطلعوها. الان راح نطلعوها. انا راح نطلع الماسكاربون تاعي. اظن الوصفه انتهت. راح نلتقيو في صحن التقديم لا الماسكاربون تاعنا تاعها اليوم او وصفة بديل الماسكاربون. هذا هو بديل الماسكاربون حبيباتي اللي وعدتكم به اللي راح نستعملوه بزاف الوصفات. ملاحظة مهمة، هذا الماسكاربون هذا اللي تحصلنا عليه اليوم تقدري تستحضري به في الثلاجة مدة 10 أيام. على هذيك حطينا الحامض السيترون بالطبع، راح لما نستعملوه للحلويات راح نزيدو سكر. وطبعا نقدروا نستعملوه في كل الحلويات تاعنا. اتمنى حبيباتي الاخوات اللي طلبوا بديل الماسكاربون واللي يقولوا راهو ما يوجدوش ولا غالي بزاف يشوفوا الفيديو هذا ويتابعوا الطريقه هذه والوصفه هذه، ومن اليوم وصاعدا ان شاء الله ما يعودش عندهم ما يخصهمش الماسكاربون في البيت. هذا هو فيديو نهار اليوم. نتمنى حبيباتي نلتقي في الفيديو القادم. اوعدكم حبيباتي الماسكاربون هذا راح ندير لكم فيه مفاجأة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه وصفة اليوم، إذا أعجبتكم أعملوا لايك، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. إلى وصفة جديدة إن شاء الله.